مزيك فام. سلام على الناس اللي تابعوا فينا على 3W.mosaicfm.net. هذه رمضان شو، رمضان شو حتى لل 11 نتاع حتى النص الليل، تو 11 9 دقائق. نستقبل ابطال تاج الحاضره، احمد لندلسي صحه شريفتك. صحه شريفتك هذه. نجيب بالقاضي صحه شريفتك. يعطيك الصحه سيدي. نشكركم على الادوار نتاعكم قبل كل شيء. عايشكم. محافظ على ماجسترال نجيب. انت تقول ما طلعتش بها انا ماجسترال. طلعوا بها فيسبوك وصرحتك وهي خرجوها لايامات شوي. خرجوها تبننها. لا با دي تو. عليه؟ تحس فيها شويه هكا بلاد. عليه؟ لا لا هي هي خرجت، هي الحقيقه خرجت من عادش شنو خرجت، خرجوها برشا عباد صارت مومون بعد وليت شويه تكركير. بالحق؟ انت مش تكركيره معناتها فهمت؟ لا ما الادوار اللي عملتهم الكل بقاو بقى فيهم وفاء. كيما اغسر كيما كيما مثلا كلمه سيد احمد. مثلا. هي ماهيش سبه ولا حاجه نورمال، ولكن تلمون يقعد فيك تقعد فيك الشخصيه تلصق فيك وتبدا تمشي في الشارع. ولاد حومتي، ولاد حومتي معناتها اللي انا متربي معاهم من صغير نعرف وقتاش نعرف مؤسسه عاودوا عاديو فيه الوطنيه، وقت اللي نخرج في الشارع ولاد حومتي يعرفون من صغير اسمي نجيب، يقول لي سيد احمد صفا. دونك عرفت فهمت. عرفت انه المؤسسه اللي تعدى احمد قلت في شمس انه عندك كانه نوع من العقد الحصري مع سامي فهري. دونك فما كلوز نتاع اكسكلوزيفيتي. كيفاش قبلت انك تكون مرتبط فنيا بمخرج واحد؟ ليه مش وعلاش قبلت؟ مش على خاطر انا بطبيعتي معناها بار برانسيب نخدم كان عمل درامي واحد في العام. انا بيدي ما يساعدنيش نهبط في زوز مسلسلات في رمضان، اللهم نكونش ضيف شرف عند. وعلاش تخلي روحك حكر عند مش حكر المسلسل معناها فيه ثلاثه اجزاء او اربع اجزاء، مصح على اربع اجزاء نفس الشيء نجيب؟ انا اوتوماتيك مو باش يكون موجود في رمضان في الاربع اجزاء هذوكم فهمت؟ انا اول مره نخدم مع سامي دونك اي يافي ان كلوز ديكسكلوزيفيتي بارابور بالنسبه للعمل المناسب. جاتني خدمه ورفضتها ما نجمتش. شورب؟ لا سيت كو جنون قايله. جنون قايله دونك جاني دور ونعرفك جي ديكليني. جي ديكليني وسي اون سيري نحبها برشا اون بليس، معناتها فيها حاجه اللي تمسني لي كوتي فانتاستيك وكل شيء، يعني يكون في برودوي تونسي وزاده خارج من معناتها من خرافاتنا نحن وكل شيء وبوشكارا وجنون وكل الحكايه وعمل غير منافس. واي مش منافس وكل ما غير ما قلت معناتها قلت لهم ميرسي يعطيكم الصحه وكل شيء وكوقفت غادي الحكايه. نجيب ما خفت حتى من التضارب نتاع الاوقات الحقيقه ما نكذبش عليك. شو اللي يخليك تقبل دور؟ السيناريو قبل كل شيء، هذه اول حاجه. هذه انا كنت نسمع في راديو ميد البعض يقول لك مثلا جمال مداني يقول لك نقبل خاطر ما فماش، معناتها ما نجمش نرفض. اغزري هذه شو اللي يخليك انت عندك الكونفور؟ انا ساعة التمثيل ماهيش الخدمه اللي تعيش فيها، نقولوها من تو فهمت. انا ساعه قبل كل شيء مخرج، عندي الحمد لله عندي خدمتي معناتها كمخرج وعندي خدمتي كمنتج، زاد عندي بروباغندا برودكسيون اللي شنو يعني شركة التمثيل. التمثيل انا نقول خدمتي مون ميتي، خدمتي الاخراج، الباسيون تاعي التمثيل فهمت. معناتها ما نجم نعمل دور الا ما نكون داخل فيه كومبليتمون، وقت نهار نصحح كل الكونترات جو بيك بلاسي طول معناتها نوتس فهمت. معناتها من اما باش نغطس يلزمني نعرف وين مش حتسقي، معناتها كان باش نعمل كيف في خدمه. ما انا ملي صغير كان عندي حاجتين حكيتها مره الاخرى، حاجتين دو لوكس في حياتي اللي انا الحمد لله وصلت لهم. نقوم وقت اللي نحب في الصباح، وقت اللي نجم نقوم وقت اللي نحب، ونجم نقول لي على بروجي. معناتها عندي لو شو باش نقول لي الحقيقه فهمت. هذا لوكس كبير ياسر بالنسبه للممثل في تونس اذا كان نعتبره، معناتها ناخذوا الكوتي ممثل كهو. احمد لندلسي دور مصطفى خزندار، هو اللي له بالخزنه يلوج على مصلحته قبل كل شيء، يحب الفلوس. سارق صحيح. عندي انكدوت معناتها نحكيها لكم. ما نفهمش علاش رزنت في فمي الكلمه. به الشخصيه هذه وقع الاختيار من الاول، الشخصيه هذه من الاول مصطفى خزندار؟ لا كنت في شخصيه اخرى هنا. اللي هي شكون؟ صدق بي. صدق بي ويونس فرحي خارج في الكواليس قال لك حقك انت صدق بي، انت قلت له لا. لا صدق بي كان تنحى لكس، تنحى لكس ما عملناش صدق بي. هو احمد مشير احمد بي. اي ما تحطيتش احمد بي، انا تحطيت في صدق بي خاطر كان فما اكس نتاع صدق بي، خاطر ماني قلت لك في الوقت وما خلتناش باش نصوروا 30 حلقه، معناها عملنا كان 14 حلقه.
لكن من الكاسينج الاول كنت محطوط في السيد قبيل, ومن بعد صار شوا على ممثل اخر باش يكون في السيد قبيل اللي هو اون برانسيب محمد علي بن جمعه. وانا تهزيت الخزندار. تهزيت الخزندار. لبست اللبسه, خزرت روحك في المرايه, اش حسيت؟ خزندار. بيان سور لبست الكوستيم تاع البيرسوناج من يكون خزندار. صدقت روحك؟ يلزم العباد تصدقني. أما قبل يلزمك أنت تصدق روحك قبل ما تصدقك لعبيت. أكيد أخي, أنا باش نلبس باش نبدأ نختم وباش نبدأ نركب في الشخصية منه, مغادي يلزم باش نصدق روحي باش لعبيت تصدقني. نجيب شنيا لانيكدوت. لانيكدوت اللي مش باش نقول شكون, ثم شكون جاتني قالت لي قد يقول لي باش يقولوا لي خزنة دار كان يسرق في الخزنة قبل خاطر بون فما كون وكل شيء, فهمت؟ دونك قالت لي والله كان تخشع كذا نخرج بوطي وجهي في الحومة, قالت لي فهمت. وجوستومون معناتها فما برشا حكايات طريفة في العمل بين الأبطال نتاع العمل, لأنه ياسين بن قمرة باراموز ده كيف يكون منه عزيزه من سليلته أمه معناها من بنت خزنة دار. هل فعلا ياسين حب يمثل الدور هو؟ لا نصور معناها كان من الاول تقترح علي يفرح اي خاطر بيسكو باش انا كيما توا عزيز من سلالته احمد باي عزيز باي احمد باي معناها من جدوده معناها فرح برشا باش يمثل جد من ما باش يمثل جده معناها كيف ياسين تصور كان اقترح علي خزنة دار كان يفرح زيت. لو عندك الاختيار احمد وين تحب الدور اللي تحب بيه؟ خزنة دار. حتى المخرج معناها هو بيدو نجم تقول يمكن نفس الإحساس كيف قريت قال كان جيت ممثل نختار دور خزنة دار. سامي قال كان جيت ممثل نختار دور خزنة دار. نجيب أنت مخرج وبش تمثل في العمل, شنو الدور تعطيه لروحك؟ اللي خليته والله ما نكذب عليك بالحق. علاش؟ على خاطر هو يمكن فما صار فلوتمو ما بين ممثلين اخرين اللي سمع بيد يمكن اعطاهم ادوار ومن بعد بدلوا كل شيء, يمكن هذا صار برك الله 150 ممثل او تقريبا في المسلسل. انا عيطوا لي من الاول على الفريق حيدر بن عثمان, اعتمد له عمرها ما كانت عيطوا لي على حاجه وبعد قالوا لي بدلوني في حاجه ولا حاجه, فهمت؟ علاش حبيته؟ على خاطر شخصيه اللي تظهر كي تغزلها تظهر سامبل, ولكن كي تدخل الداخل معقدة أكثر, معناتها معقدة. عليش؟ على خاطر أول حاجة جنرال من أكبر جنرال عند البي اللي هو يجاري في ثلثين متاع الميزانية متاع الدولة. فهمت؟ في سيكونس كامل عليها الحكاية دي كيفاش يحبوا ينقصوا من الميزانية متاع الجيش, وفي نفس الوقت ندخلوا لداره من الشخصيات اللي يمكن فما الخزنة دار وفما معناتها ثم شوية شخصيات من جهة البي اللي ندخلوا لديارهم ونشوفوا نساهم ومعناتها وولادهم ومعناتها نشوفوا العائلة متاعهم. دونك يا فيسا ثم دي برسوناج قاعدوا جوست في ميو متاع البي مثلا, ثم ناس قاعدوا هذية نجموا نشوفوه في القشلة وقت اللي يخدم ونشوفه. معناتها أنا سامي مثلا من الأول قال لي ما فماش نحبه واقف مسنتر الكرج داخلة, وليت حتى كي نخدم عندي كانت عندي كريشة صغيرة ندخلها وكتافي واقفين وبكتنيو هذيك وكل شيء. معناتها الإكزيجانس بتاع سامي بارابور بيرسوناج جيتي يدولي أكثر حاجة إكزيجان فيها كان في فريق حيدر بن عثمان. وفاء للتاريخ معناتها هذه اغزر المشكل اللي نحن كممثلين الكل ما عنيش ريفيرونسيال صحيح باش نعرفوا كيفاش كانوا لي بيرسوناج هذو مقبل الراو. حتى كان تقرا على تاريخهم وكل شيء, فريق حيدر بن عثمان كان عليه دوز ارتيكل دبرتهم, واحد خرج في فرنسا في لو موند, واحد خرج يقولوا ثم شكون يقولوا شركسي وفما شكون يقولوا غريكي معناتها جاي من اليونان, مازال ما نعرفوش. ثم شكون يقولوا عمره 12 سنه جاي تونس 14 سنه. حتى سالت سمي قلت له عمل له لكنه نعملوا له مثلا ما يحكيش بالتونسي بكدا, بعد قلنا لا. فهمت؟ معناتها الشخصيه هذه الشخصيات الكل راه حتى اللي معروفه تاريخين كما خير الدين وكل ما عليهاش اجماع تاريخي, حتى البرره ما عندكش, مش اجماع ما عندكش ريفيرونسيال تخدم عليه. عبيد ما ريتهمش كانت تقول له مثلا باش تخدم بورقيبه تنجم عندك الاف الساعات من التسجيل من التسجيلات ومن الحاجات تنجم تشوفه تعرف كيفاش يتصرف كيفاش يحكي. دوما عبيد حاجه مبهمه, فهمت؟ دونك انت تحاول كممثل تقرب اكثر ما يلزم للشخصيه وبالتكست اللي عطاه هنا اللي هو صعيب ياسر ياسر ياسر. معناتها فما خدمه على البدن وخدمه على المشي وخدمه على الغزره وخدمة اون فينيس على الاخر. شفنا الجانب النظامي اللي فيه, ما شفنا زيدا الجانب الانساني على خاطر قربنا اكثر من بين الشخصيات القليله. هذا اللي عجبني الشخصيه روحها, شفنا انه معناتها
قريب برشا من البي، هذا الجانب النظامي اللي فيه، عنده شخصيه صعيبه لكن قدام مرته شخصيته متفسخه ياسر. ينجم يكون متفسخ قدام مرته، ولا ينجم يكون صعيب زاد قدام مرته، استدي يدي سين ويبقفها عند حدا. ينجم يكون في قسوه كبيره ياسر مع ولده زاد كيف كيف، معناتها يوصل لهدد ولده يقول له نجيب لك راسه، معناتها نقص لها راسه وكابابلي، معناتها معناتها هذا عبد كان عنده نفوذ كبير ياسر، نجم وقت العبد ما كان محد، معناتها فهمت. ولكن اللعبه وين سنلعبوا بك الخيتين هذوكم، الخيط نتاع البيرسوناج القوي والبيرسوناج اللي اون ميم طون سي تاني تروما، معناتها عبد احمد فما مشكله التاريخ والفيكسيون. الناس ماهيش اذا تعطيهم تاريخ يقول لك نقلقوا، اذا تعطيهم فيكسيون يقول لك وينو التاريخ. كيفاش نجمتوا باش تعملوا موازنه باش في نفس الوقت يكون فما وفاء للتاريخ وفي نفس الوقت الناس ما تقلقش؟ فما ديزاكس فيهم تاريخ وفما ديزاكس ما فيهمش تاريخ، يعني لمتطلبات الدراما معناها لازم يكون فما ديزاكس هكاك. دو بالنسبه للتاريخ موجود، لكن كيما قلت لك راهو المسلسل ما هو جزء واحد، يعني اللي تشاف توا ال 14 حلقه هذه اللي تخدموا، يعني مازلنا في الانستالاسيون تاع لي بيرسوناج. البعض يقول تاريخ تونس مع احمد بي 14 حلقه تلفزه. لا مش غادي 14 تلفزه، معناها شوف يا هادي راهو المسلسلات التاريخيه باش تنستالي دي بيرسوناج معناها معروفين وناس معناها كتب عليهم وكل شيء ياخذ وقت. ديجا شفت انت باش تنستالي خزندار وباش تنستالي خير الدين تاخذ برشا وقت الحكايه، يعني مازلنا حتى في الجزء الاول نقول سي معناها المرحله نتاع انستالاسيون نتاع شخصيات، فهمت. مازال قاعد ينستالي، واني قلت لك سيتي بريفيو 30 حلقه ذو الوقت وعمل 14 حلقه، هذيك علاش ظهرت للناس اللي راهو ما تاريخ معناها ما حكاش عليه برشا، ولا فما ناس يقولوا زابيه ولا يقولوا كيكا ياخذ فيه سطحي. لا سي با فري، معناها موجود في الكتابه، موجود اللي التاريخ معناها بحذافيره مكتوب وشنو صار في الفتره هذيك وشنو عمل خزندار وشنو عمل خير الدين. وفما حتى معناها يمكن تكتشفوا فما كونفلي كبير ما بين الفريق وما بين مصطفى خزندار، معناها خزندار معناها كما قلت لك نجم يمشي حتى انا لهنا باش نمشي معاكم للسؤال المتعلق بنسب المشاهده. نسب المشاهده ظلمت العمل والا استحق ما يستحق، خذا ما يستحق؟ نجيب اللي هي شنية نسب المشاهدة؟ نسب المشاهدة تحطوا الرابع الخامس في جملة الأعمال، ساعة تحطوا ثاني مسلسل بعد شورب. والله أغزر نسب المشاهدة من بعد أنت وكيفاش تغزر لها ساعة قبل كل شيء. الحقيقة نسب المشاهدة أنا عندي أنا تكون أسي أبروكسيماتيف في تونس، طونك ما عندناش اوديمات اللي معمول بالماكينات كيما في فرنسا وفي امريكا اللي يعطيك لوديمات فريمون تو 0.01% دو فلوتمون، معناتها ما تقريبي هذا معناتها هو يعطيك توندونس، فهمت. ما تنجمش تقول واحد باهي نحكي اون جينيرال تو مش نحكي على نتيجه الحاضره، فهمت. الحاجه الثانيه انا يظهر لي فما لو سوكسي بوبولير، ثم معناتها النجاح الجماهيري الكبير، وفما يمكن نجاح اخر اللي لاحظته انا في تاج الحاضر السنه باهي بخايب، باللي ثم شكون عجبهم ثم شكون ما عجبهمش سي نورمال، ثم شكون كيما قلت انت حبوا يشوفوا اكثر تاريخ، ثم شكون حبوا يشوفوا اكثر دراما، ثم شكون كل واحد كيفاش يرى المسلسل، فهمت. معناتها مسلسل تعمل في بليس قداش قعدنا نصور 3 شهور، معناتها بدينا في مارس، معناتها تعمل داير الاعمال الدراميه لكل السنه خدمه لطف معناتها في اخر وقت، فهمت. دونك اش نقول؟ نقول بوتيت كو زاد هوني بدينا ندخلوا في ان سوكسي ديستيم اكثر منه ان سوكسي بوبولير، اللي هو مهم برشا في حياه اي فنان. لو سوكسي ديستيم توت فاسون اوسكار والدش يقول لك تو سكي بوبولير اي فو، معناتها وقت اللي توصل انت عندك البوبولاريتي الكبيره ياسر شاسعه كي توصل تضرب في 70 80 90% اسكو ثم حاجه كي ماخش بها، ثم حاجه اذا كانت توصل تعجب الناس الكل اسكو فما حاجه، فهمت. انا نحب لي سوكسي ميتيجي، نحب لي سوكسي اللي ما فيهمش معناتها ما فماش عباد ما فماش يجي يقول لك نسبه المشاهد. انا ما نزوليش نسبه المشاهد، انا قبل كل شيء انا بيدي كمخرج نلوج اكثر لو سوكسي دي ستيم اكثر منه لو سوكسي بوبولار الكبير. لهنا نجم نربط مع ولاد مفيده. احمد انت كنت في ولاد مفيده وتو في عمل اخر، معناتها ولاد مفيده كان فينومين. ما تعمليش كموسى
على وليد بوفيدا ما قلت شيء. شوف هادي il faut pas comparer l'incomparable. ساعة قبل كل شيء باش نحكيو على كومباري كومباري تاج الحاضرة لوليد مفيدة. لا لا نحكيو توا في سنين نحكيو تاج الحاضرة وش نربو نحكيو في تاج الحاضرة. أول حاجة ساعة معناها الأعمال الأخرى اللي قاعدة تنافس في تاج الحاضرة هو شورب. شورب عمل واحد شورب فما وقت قاعد يتعدى فيه وتاج الحاضرة يتعدى فيه وقت آخر. سنة غينا فاغ ماهمش قاعدين يتعداو مع بعضهم باش نقولوا لا هذايا العباد مشات له أكثر من العباد هذايا من تاج الحاضرة ولا العباد تفرجت في تاج الحاضرة أكثر من شورب. معناها يوفى شورب يبدا تاج الحاضر ما هو مش فرد وقت قاعدين يتعداو مع بعضهم. تحب تقارن شورب واحد نسبته اكثر من شوف تحب نسبته خاطر الوقت هذاك بتتر. تحب انت تقارن شورب قارنوا بديلك ملك فرد وقت يتعداو مع بعضهم. اما باش تجي تقول لي شورب قارن تنجمش تقارن مسلسل برنامج على نسبه مشاهده تحكي على نسبه مشاهده مانيش نحكي على العمل. انا توا سؤالي معك في الاخر في ولاد مفيده اي وتاج الحاضر اي ماهمش كيف كيف ما يتقارنوش. ما تنجمش تقارن مسلسل تاريخي بالدراما نتاع الكوتيديان نتاع التونسي نتاع كل يوم ما يتقارنوش. معناها من ناحيه تحب تقارن انت بنسبه المشاهده كيما قلت لك نسبه المشاهده اذا كان تحب تقارن زوز اعمال بنسبه المشاهده حتى ولو ما يتقارنوش حطهم لي فرد وقت ويجي نقارنوا شوفوا هذا قداش يتفرجوا فيه وهذا قداش يتفرجوا فيه. تحب نقارنوهم فنيا نبداو نحكيوا على العمل بالعمل ما نجموش نقارنوه سنه غنى فنيا اما اقوى اكيد باش يكون تاج الحاضر اقوى. شنية أنا ديجا عملت ستاتيو فيسبوك من أول نهار في رمضان قلت لهم شو التاج الحاضرة وشد الصف مانيش فادلك أنا كي نقولك هيك يعني منعرفش قاعد نحكي. أنا عمل ما اختلفش فيه حتى حد في قيمته الفنية من جميع النواحي من الإخراج من الليماج من البرفورمانس ديزاكتور مش سهل راهو ممثلين يلعبوا في شخصيات عندهم 200 سنة التالي. خليني نذكر حاجة سامح لها ذكرتها وجدت الزوز اللي قاعدين بحذايا متحصلين على الجوائز افضل ممثل في رمضان وورس نجيب على اللي تشانك واحد لندلسي على ولد مفيده دونك به ما دام خلي انطب كلمه بربي جوست باش نعاقب حاجه اخرى بالنسبه لتو انت جبت عملت مقاربه اولا مقارنه هي مقارنه ما تجيش لي ذولي بين ولد مفيده وخاطر ما همش كي بعضهم بالكل. هذا مسلسل اوربان اي غير افوار ما تنجمش تقارنهم. انا نظن انه تاج الحاضرة مسلسل بقيتش كلمة بالتونس بلوز أدولت معناتها نظن أنه الببليك سيبلي ولا بالعاني ولا مش بالعاني فهمت يظهر لي أنه مس une génération العباد اللي ما تتفرج في ولاد مفيدة وأنه ضيع بارتي من الببليك متاع ولاد مفيدة اللي هما اللي تري جون فهمت اللي يحب يرالك في مسلسل نجم نقول عمل نجم نقول عمل نخبوي أكثر من ولاد مفيدة سي سو فهمت على خاطر نخبوي ومش نخبوي ما نجمش نقول نخبوي توتالمون فهمت ولكن فيو التيماتيك نتاعو فيو شنو يحكي فيو سورتو معناتها الحقبه اللي صاير فيها ولي بيرسوناج ولبسه وكل شيء وكله فهمت نظن انه جاب بوبليك اخر فهمت يظهر لي البوبليك اللي ما كانش يهتم برشا بالفيكسون اوربان اللي نحكيوا عليهم فهمت احمد لندلسي اوسكار احسن ممثل ليش كنت تعطيه في تاج الحاضره في تاج الحاضره في تاج الحاضره نعطيه نجيب يا هاد تحكي بجدك ولا نحكي بجد نجيب ما تقوليش احمد كان تقولي لاحمد تولي لا 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 ماستا مش قول لك لا 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 ما يصيرش ليه ما كنتش قلت ليه كان قلت واحد مش هون لا اسمعني ما تقولش لاحمد تقول اللي محطوطين في شوف هات نقول لك علاش نجيب راه سهل انا ديجا قلتها في التشك ميرسي وعندي برشا مريتوش انا نجيب وقته وبعثت له ميساج في التشك معناها على البرفورمانس اللي عمل الجوستيس اللي يلعب بها نجيب ماهيش سهل مش اللي يجي نجم يلعب جوست هكاك من عند ربي نجيب يا نجيب خبيت وجهي 70% من عند ربي من عند ربي نجاوب انا لا لحظه والله من عند ربي 70% شنو من عند ربي كاينش من عند ربي ناس في الشارع يقول لي ما نحب نمثل من عند ربي. انا نظن انه نظن فما حاجه فما ديجا يظهر لي لازم عندك المينيموم الاولاني ساعه هذاك شنو هو المينيموم ثم برشا حاجات الكاريزما القبول اي من عند ربي القبول الكاريزما بوتيت لو فيزيك لا ما نظنش فما ممثلين ما عندهم لا مش فيزيك معناتها شبوبيه لا لا جول فهمت وكل واحد الجول نتاعو معناتها كل واحد فما لو تالون يظهر لي اني هذاك موجود هذاك تجربتك الشخصيه يمكن من صغرك شنو وين عشت وين شكون خلدت وكل شيء فما حاجه اخرى اللي يمكن انا عاونتني شويه في خدمتي فهمت انا نحكي لك توا رسمي صحيح انا تفرج في روحي في خطاب على البيم سكر التلفزه ما كذبش عليك انا كجيت سلاح دي سيد امبوسيبل كاستي هذاك فهمت
ما عاد نسكر تلفزيون ما نحملش. مرة دخلت القهوة نسمع في صوتي هربت نجري هربت نجري من القهوة ما نكذبش عليك فهمت. أخزر شنو اللي صار؟ صار أنه أخزر الإخراج زيادة راو كمخرج يعطيك حاجة بالرغم اللي أنا كي نمشي نصور كممثل صدقني هذه الكاسكيت متاع المخرج خليها في الدار عمري ما نجيبه عمري ما نحكي على أكس كاميرا ولا فين تحط الكاميرا حتى ولا لو تراها غالطة ولا حتى, حتى لو تراها غالطة كان حاجة غالطة وسيريوز برشة وتنجم تضر الخدمة نزلاقة تحت حس مثل كادرور ولا العبد آخر ولا ما نقولش ما ندخلش روحي برجولي ما ننكذبش عليك والله هاس العبيد اللي يخدموا معي عمري ما دخلت في الميزانس هات الأوسكار متاعك فهمت به نخرجوه من الحكاية خرجوا أنا والله يعجبني برشا لا خرج به يعجبني ما خرج لا 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 pour la découverte pour la découverte على خاطر أنا ككوميدي ما يقنعنيش بالكل وعربي ميزن به شنعمل ترتيحة صغيرة شن سمعكم مارون فايف كيندريك لومار دقيقتين وباش نرجعوا باش نحكيوا على تاج الحاضرة باش نحكيوا على الأعمال اللي قاعدة تعدى معها خليكم معنا مرحبا بكم توا 32 دقيقة معي أحمد لندرسي أحسن ممثل عم ناول معي نجيب القاضي أحسن ممثل عم ناول 2016 عم ناول نذاء وعم ناول نذاء 2016 2015 فوالا أحلى من هكا ما نجمش نكون في بلاتو دونك نعمل لكم مسرحية سكتش موجودين مع بعضكم باش نعطيكم شوية تصريحات تقالت الكل وشوية اللي صار في رمضان الكل مع دراميا سياسيا اجتماعيا كل شيء وانتم قولوا لي توب ولا فلوب به نبدأ معك انت يا نجيب نبدأ بالخبر الأولاني فيريا القراجة تطلع في شمس فهم تقول ظلمت في شورب وتنحات لي مشاهد وفي ليمت لولا العمل توب ولا فلوب فيريا من 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 نجمش كل توب ولا فلوب خاطر ما عنديش شنو صار اكزاكتومون في وسط البرودكسيون تنجم يكون عندها الحق تنجم يكون ما عنديش الحق تبعت احمد ما تنجمش ما نجمش نقول اي تبعت اي بريس كيما كلام نجيب اما انا على الشجاعه نتاعها خاطر ماك تعرف مش سهل معناها شوفها شجاعه ولا تهور لا لا شجاعه انا نشوفها شجاعه توب توب رئيس الحكومة اليوم يقيل وزير الداخلية بعد حادث غرق وفاة الحارقين في قرقنا نجيب من عرش كان على الحكاية هذه ولا لا ولا سيطاني كونت في ميه بشي غطي حاجة أخرى صارت أيوه ما نكذبش عليك أنا ما عاد تصدق شايف هالبلاد أحمد فلوب ولا لعب بالمكشوف واضح كلام اللي كنا نقوله فيه قبل في معناها اللي قاعدين نستنتجوا فيه ونفهموا فيه توا ولاو يلعبوا بالمكشوف كيفيه وضح لي مكشوف لطفي براهم غير مرغوب فيه من حركة النهضة في الحكومة وحركة النهضة تساند يوسف الشاهد اليوم عزيز بي في موزايك معنا فضل البيات على تونس كبير والملكية أفضل من الجمهورية نجيب لا مش صحيح فلوب مش صحيح أليم فسألك عاد هي معناتها حتى الديمقراطيات الكبيرة والأعتى ديمقراطيات في العالم قاعدت فيهم ملوكية قاعدت ملوكية شرفية كما انجلترا كما السويد كما بلجيكا كما فهمت دونك يظهر لي أسمع كل وقت ووقته وفيت الحكاية غادي وكل شيء أما الجمهورية الحقيقة ما عندها 57 كهو وفيت الحكاية البيات صفحة للنسيان صفحة وفيتك هاو يزي أحمد فلوب عزيزي تحكي بالعاطف يحكي بالتاريخ عزيز راهو سيدنا بجد حكم فينا توا راهو تنسجد قصد عاطفة عاطفة معناها يلزمك تقعد معاه ومع أبوه ويحكي لك على البيات قبل كيفاش كل شيء فما برشا عاطفة نبقى معك أحمد لندلسي لمين النهدي معانا في موزايك والد النهدي ينجم ينجح في دور علي شوارب أكثر من لطفي العبدلي ينجم ينجح اما مش اكثر من لطفي العبدلي خاطر كل ممثل عنده الروح نتاعو ما فماش ممثل ينجح اكثر من ممثل راه توب ولا فلوب ولا من نهدي بور لو كاستين كي لا في وي بوتيتر اي ينجم ينجح وليد نجيب انا نقول لك حاجتين على وليد وعلى دالي انا نظن انه دالي مخرج تحفون على الاخر نقطه ورجع نظن انه لا با دي تو لا ممثل حلو اما حكيت معها داير مرة قلت له إلا ينينيرجي حلو برشا في الفيلم تاعه وليد نهدي فهمت تغابر
السيرك اللي اوتور معناتها اللي صاير كل من الاخرين ومنه هو واحد وكل شيء منعش يبزيوا على بعضهم الكل. فهمت نظن انه ممثل محترم ولكن باش تقول انه يكون خير من لطفي العجلي؟ لا ما نظنش. ما فماش ممثل فماش خير ولا ما خير ما فماش لا خير في الدور لا ما فماش عبدي فماش خير ما فماش عبدي عوض عبدي حتى في العمر ما يجيش معناتها. فهمت لمين تكلم بالعاطفه إلا في ان كاستينغ كاو ما ندخلوش في حكايه عاطفه مش عاطفه ما الكاستينغ نجم يكون احمد عادل العلمي كالعاده في رمضان يصور ويفضح في الفطاره مازال ويقتحم اذاعه شمس اف ام نتفرجوا له في حلقته نتاع شالوم بعد نحكيوا توب ولا فلوب فرجوا في حلقه شالوم بعد نقولك فلوب ولا مش توب ولا توب وراسك حتى فلوب ما نخلطش عليها انا معناتها ما نعرفش لازم تبقى حاجه اخرى اتعس الكاميرا الخفيه شالوم من التاسعة لتونسنا الكارتاج بلوس توب ولا فلوب الكاميرا الخفيه هذه فلوب للتلفزيون اللي خايفه ما تحبش تعدي وتوب للتلفزيون اللي تعدي وتوب للتلفزيون اللي تعدي فما حكم قضائي ضدها حكم قضائي ضد تونسنا مش ضد كارتاج بلوس هم يعرفوا يكاوروا في القانون ما همش شكاكة ما عدينا في كارتاج بلوس المبدأ الناس الكل يقول أنه ضد المبدأ تقريبا ما نحبش نقول الناس كله نقول أغلب الناس هذيك هي حقيقتك الغالب الناس قاعدة تبيع فما ناس معناها صدمة مش حتى مفاجأة شادلي عرفاوي قال أنه نادم أنه يشارك في الكاميرا الخفية كطرف رأيه هذاك يخصه هو أنت لو يعيطوا باش تشارك فيها تندم ولا تفتخر لا لا مش نفتخر أو نخدم. نخدم تخدم على روحك نخدم شالوم أو غير شالوم لا مش شالوم وغير شالوم شالوم يعني أنت سألتني على شالوم شالوم نخدم نجيب فلوب توتال علاش على خاطر ما تنجمش ساعة بريمو ماهيش كاميرا كاشي هذه تحصيل عباد ثاني حاجة سي ان بروسي دانتونسيون ما تجيبوا عباد اسمع مهما تكون قداس القضية ومهما تكون القضية مهمة ومهما تكون الواحد ساعة انا نظن انه ليزيميسيون هذوما يعوموا القضية الفلسطينية يعوموها ويخليوها معناتها ان سوجي دون فوس كاميرا كاشي ساعة قبل كل شيء. ثاني حاجة شكون قالك باهي انت توا خرجت يحب الفلوس وحب يمشي وحب يجي وحب يطبع باهي اوكي هاي سيدي خرج ضربوه قتلوه صار مع منذ القفراش هي نورمال معناتها عندكم مهما تكون معناتها فظاعت او بشاعت ولا بشلوب الكلمات باش ناخذوهم باش نقولوا الموقف ولا واحد مش هذه المشكله تتضامن مع منذ القفراش نتضامن مش حكايه نتضامن يا هذه انا ضد المبدا من نول معناتها انت تو نهار اخر يشد واحد يمشي يعمل بيك حكايه في يهزك يجيب لك دراشكون ويهزك دراشنو ويعمل لك دراشنو وكل شيء ومن بعد يقول لك كاميرا كاشي سامحني نورمال معناتها ترضى معناتها كل واحد شيطان في مكتوبه معناتها كنت تنجم كيما كانت تكون شالوم كنت تنجم تكون سكوندال سيكسويل كنت تنجم تكون اي حاجه نورمال احمد يقول لك خلي الناس يدوروا على حقيقتهم كيفاه يا ولدي شنو ندخل في 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 في, في, في حوايج العباد نحن ما تجيش تكلم انا هذه الموقف نتاعي الحقيقه قص عليه موقفه هو رايه معناه نحترمه ما تجيش سي ان بروسي دانتونسيون مش رايه هو مش رايه هو برك راي برشا عباد كيف ونفهم الحقيقه نقول لك حاجه الشيء اللي خويا مش صاحبي دخت نهار اللي شفت اسمه في جينيريك دخت ما كنتش تصوروا يدخل في حكايه كيما انا نشوف عكس هذا خاطر فما ناس في التلفز عاملين ماسك سايب كان تنجم تنحيولهم يا اخي كون بارازار جات شالوم كشفتهم والله والله لا فما حتى ماسك صدقني لا الناس الكل بشالوم بلاش شالوم هذوما الناس الكل نعرفوهم علاش ماشيين على جاي قفراج انت كاو شديت في قفراج ما فيش كون اخي انا ضد العنف راه باش نبدا واضحين ما اللي صار له صحيح سي جراف على الاخر اما فما برشا تشوف هذا شوفوا هذا العلم اللي قالب الدنيا تشوفوا رفع قضيه بعدم البث راه خايف معناتها رفع قضيه بعدم البث خايف في سبعه صبايا نلقاو ليتيسيا مريم الدباغ يدخلوا الى عالم التمثيل دي كرونيكور يجوا من بلايص مختلفين من جنسيات مختلفه توب ولا فلوب نجيب ما نعرفهمش اما انسان ما يعرفش ليتيسيا لا انا نعرفهم انا الروسيه اما انسان ما يعرفش مريم الدباغ ما نعرفش ديزولي تفضل سيد احمد لا انا نعرفهم نجيب بالحق ولا هو اجابه معناتها شفتك ما نعرفكش خاطر شوف كلمة ما نعرفكش كي قلتها عندها زوز معاني ماخو أحسن ممثل 2015 ما نعرفيش واضح سيدي واضح ميساج واضح معناها
ولا وين وانا مانيش كيف وانا نعرفهم بالزوز ومسميه سيتكوم خمسة سبايا ونص مش معناه سيتكوم خايب سيتكوم محترم وعجبني وخلف الله يعطي الساحة في خدمته وفما ممثلين عجبوني خمسة سبايا ونص واحدة من مانيش حاسبها جملة في السبايا والأخرى الروسية عطيها نص خاطر ماشيين بحذيهم في الكوب جيمون سينو من مدوا ليش النص ما فهمتكش هي بارة عاود نعاودها لك من الأول عاودها من الأول أنا سيتكوم سميه خمسة سبايا ونص هي. مش سبعة سبايا مش معناتها راني مسميه خمسة سبايا ونص يعني نقلل من قيمة سيتكوم سيتكوم حلو وعجبني فما ممثلين عجبوني وفما حد ممثلين ما فهمتش كيفاش مش موجودين مريم الدباغ نحيها من الناس لا هذيك مانيش حاسبها جملة هذيك علاش؟ على خاطرها هذيك الكلمة اللي نحب نقولها ما تقالش في الراديو معناها ما نكتبها لك في الورق في ورقة لا من غير ما تكتبها لي لا فهمتها أما معناتها الكلمة الكلمة اللي تقولها معناتها فيها استهانة بالمجهود اللي تعمل فيه ماهيش تعمل فيه مجهود هي ماهيش قاعدة تعمل فيه مجهود تصنع في البوز الله لا تبارك اللي حطها في التلفزة وكهو الله لا تبارك مش كيك البوز تصنع الله لا تبارك اللي حطها في التلفزة لكن حطها في معناتها هذا الشوبيز هذا هذه اليوم كان تدخل جماعة اللوفت في فرنسا شوبيز هذا هذاك رأيي أنا شوبيز شوف هذاك رأيي معناها كأنك متجني لهنا فما لا قسوة متجني. كبيرة لا مانيش قسوة كبيرة أنا من الأول مشيت بحذايا مرة ليميسيون وتعديت ميسيون سمباتيك وما صار بيني وبينها حتى شيء لكن من الأول في بالي بيرسوناج قاعدة تخدم في بيرسوناج معناها لكن الشيء ماشي ويزيد معناها شفت تصريحات على نجلة بن عبد الله شفت كيفاش تحكي على لبنى زديري شفت كيفاش يعني شو نقول لك يا خي سي جراف اللي قاعد يصير مع فما كلام ما نجمش نقوله راه في الراديو راه برسمي شد روحي مشيش نزرف لو نجيب لو كنا في مازلنا في عصر شمس عليك ينجم يكونوا ما بين جماعتك شكون ليتيسيا و شكون ليتيسيا وشكون اخر ومريم الدبير ما نعرفهمش يا رجل قال لك انا احسن ممثل 2015 وما نعرفهمش سي واضح كلامه معناها ايوا انا تو انا فهمت وانت ما فهمتوش يا هادي ريت علاش العباد تبدا تلوم عليك من بعد تدز ياك هو واضح كلامه يفهموه مفهوم عطاك الكود عطاك الكود مريقل في تونس مش بالسيف وقفه احتجاجيه للمطالبه بالحق في افطار رمضان اي شنو احمد لندلشي توب لا لا تتمشي افطر امورك حاجه تخصك هذه كما مش تخرج لي في الشارع تجي تفطر قدامي فما حرمه نتاع مجتمع كامل عيب اي بذاك اللي مازال هو تو يفطر قدام الناس ولا برمشي يفطر شكون شدك افطر على روحك يعني افطر على روحك اما ما تخرجش افطر بس فطر احترم الناس أما احترام فما احترام راهو اسمه يزم يكون فما احترام متبادل احترم الناس وافطر على روحك برا خويا افطر هكا فما قهاوي محلولين وفما ريستورونات محلولين نجيب انا والله اللي ما يعجبنيش في الحكايه هو النفاق الاجتماعي قبل كل شيء فهمت على إيه معناتها نحن نعمل موبقات الكل في 11 شهر ومن بعد نجي في رمضان نتسكروا لي وتقولش علينا لا مش غادي فهمت لا لا غادي لا ولا مش غادي مش غادي لا ولا فما نحن نحكيو على منها فما منها لا لا هي موجوده فما منها موجوده نحكيو على نحكي معناها على احترام معناها نحترموا الناس نحترموا الناس عيب معناها عيب رمضان شهر انا ما دايما نشوف الاحترام قبل ساعه قبل نحب نشوف وقت اللي الناس كيفاش تسوق وقت الناس كيفاش طايش زبل قدام بعضها الاحترام نحب نشوف ساعه في الشارع نوع من المطالب قبل ما نخلط انا واحد يجرحني خاطرك في كسكوت في الشارع ما يجرحنيش كدا صايم انا ما انا ما شوف. انا نتعدى في التويت انا نشوفها قله هاو مات النهار كامل هما قاعدين يطيبوا ويشموا في رواح وكل شيء ويطيبوا وامي تذوق مسكينه تحط في فمها واحد ليه انا هذايا موقف معناها بجد تبدا تمضمض من بعد وكل شيء فهمت شنو نقصد موقف استفزازي ماهوش استفزازي ليه ما نظنش حق معين انا ما نظنش انا نمر بالتعايش ما بينات بعضنا اكيد فهمت وكل واحد يعمل اللي يحب انا في الاحترام المتبادل احترام متبادل فما خطوط احترام مشيرتين ما فما حتى مشكله اكيد فما احترام مشيرتين هذا مما لا شك فيه يخرج يشربوا في دابو زمان فهمت هو يقول لك استفزاز كل واحد في شراء كل واحد في شراء انا خويا تربيت هكاك ما نحملش ما يستفزني انا كي نشوف عبد اخي سبحان الله انا بالك انا فطرت في رمضان وفطرت ايامات في رمضان فهمت عمدا كيف ما انت اي عمدا هاني قلت علاش ان شاء الله ربي سامحني هكاك سبحان الله مش نجي قدام العباد ونفطر فهمت لازمني نحترم الناس فما الناس صايم به نجيب يس رمضان السنه كيفاش تشوفه في التلفزه برا ميرسي ها شيحت لي ريقي بالشفاء تو نرجع لاحمد ايش فيك عايشك سامحوني احمد شنو كيفاش راه؟ فازي نبدا خليني عجبتو تشكيلتي هذولي هذا لا تركينا باهي احمد توا تجي الحاضره ولاد مفيده
انت عشت مجد مع وليد مفيده تتمنى انه نفس المجد يتكرر لك في تاج الحاضر هذا انا لا جو شيرش با لو كوتي بوبليك تو جو شيرش لو كوتي بروفيسيونيل تي بوبليك سي اكي تفضل قوه النقد وشراسته على وليد مفيده جبنا الوشم جبنا الجريمه جبنا درسنا ولا اقل ناس تتفرج ما محليه العمل تصويره محليه ايماج محليه مش صحيح يا هدي اقل ناس تتفرج المانيا غالطه الحكايه هذه قاعده توصل للعباد مش صحيح مش صحيح مش صحيح مش صحيح لو قاعده قاعدين يتفرجوا العباد هردي يفتوا يتفرجوا في اليوتيوب قاعدين يتفرجوا تنفي انه وليد مفيده جاب ثقافه اخرى للتونس ثقافه ما هي ثقافه اخرى هذيك ثقافه التونسي لو شم زيد في تونس زيد ما موجود توندونس ديجا طالع عامل واش ما هو عامل ترى وريدي دي لا ما نجبش وريها لك مش في يدي وين في ظهري براس امك نشوفها تشوف انت برك لا نشوفوها الناس لا براس امك لا لا حمتي هذيك بيني وبين روحي باهي نجم نشوف انا ايش شوف كلم لي جيب قول اي حاجه بلا 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 شو نقول ما عندي ما نقول شفتها سي بون سافا بنجم نقول شطر من اللي شفته شطر المصور اي مصور وجهه هنا اكا وعدتك بشطر اي والكتيبه ملوطه مستفزه لا ماهيش مستفزه انت تقراها مستفزه مستفزه ما على جدمو انا كل حرف عنده حاجه معي مستفزه على الاخر اي كان عندك جدمو عندك الجرأه باش ننتقل لا ما نحبش انا كي راها عبد يقول شنو هذيك نقدر نجاوب مش للاعلام لا مش للاعلام لا الاعلام مثال كان تشافت وهبطوها وصارت عليها بوليميك وتقلبت الدنيا وفهمت نجم وقت نجاوبتها وما نجاوبش وين تبحر؟ بحر في برشا بلايص في ليبيا في كركوان بدل الجمهور نجيب فيش في كل شيء في الذوق في الضحك في بدل ايه معناتها شمس عليك نتذكر كانت ثوره في عالم الضحك كانت كانال بكلها معناتها وقتها كان لوريزون معناتها جيل كامل برنا عليها جيل التسعينات انت معانا اي خلطت اخر التسعينات وبدايه الالفيه الثانيه وجيل توا الدنيا تبدلت توا الضحك تبدل توا ما نعرفش معناتها ما عادش نفهم اش قولك انت كيف تعاني من نفس الحيره هذه انا ما نتفرجش في التلفزه باهي كان نقول لك اليوم إيجا نعملوا شمس عليك 2018 نجم لا. تعملها؟ لا علاش؟ على خاطر الشمس عليك ساعة قبل كل شيء الشين دو تيلي اسمها كان لوريزون ساعة أول حاجة شمس عليك قيمتها يظهر لي كانت في أنها كانت تتعدى وقت أيام الجمر كيف أي. فهمت؟ شمس عليك على خاطر كانت اون انرجي تلمت ما بين الناس اللي حابت تعمل بروجي هذايا مع اون شين بيان سور اون ديريكسيون الحاصل معناتها فما طبخه وصفه تصير معناتها جات في الوقت المناسب في المكان المناسب لو نجيب لك بعلوش وكريم الغربي وبسام حمراوي وحنين الشقراني ونقول لك يلا ادخل اخدم بهم حاجه كيما شمس عليك تو لا نجمش تنجمش ليه عاجز مش عاجز علاش عاجز يا ولدي مش حكايه عاجز يا ولدي حكايه صارت في عامين وقتها وقفت غادي انا جاني شكون مد لي صك على بياض فوق طاوله مدوا لي قال لي عاود لي شمس عليك 2.0 قلت له لا صدقني صك على بياض كانت تسعه اي تسعه مش واحده برك تسعه نسمع بريس القنوات اللي تعرفهم الكل الناس الكل يا ماما وانوتخ هزوا تليفون وكلموني اجا نحكي شمس عليك لا سا ما انتريس با نكذبش عليك باه ما تتفرجش خليها غادي علاش العالم الكل عنده الحنين العالم مثالش خليه عنده الحنين حتى توت بروبورسيون غاردي ثم حنين للبيتلز وفما درشو كل توت بروبورسيون غاردي مليش نقارن فهمت كل حاجه انا نحب العباد اللي يوقفوا الحاجه وقت اللي تبدا في التوب نتاعها مش يخليوها لين تموت ابا راجعين شنو هو ابا راجعين شكون ابا ربي عينهم سو سرا سون موا فهمت معناتها بوغ تو دير فهمت راهو سي ان تو ما تنجمش انا بور موا عامين شمس عليك صارت مع ان سارتان جروب شوف العباد اللي خرجت منها شوف مش خرجوا منها كهو معناتها اغز اللي خدموا فيها لطفي عبدلي زوسن معاش
موستيك إيمان ميرا العبد لله ميرا رزقي فرحات هنا أول مرة يدخل في التلفزة في شمس عليك مع أخزر الأخزر لا بليات دكتور دو جون كي كيون اللي داروا اللي قعدوا اللي ما قعدوش فهمت كل واحد تثنيته توا فهمتش نقصد لا ما عندك شيء جديد اي بون شيء جديد مي بون أنا نخمم في حاجة أخرى نحبش حقيقة نكذبش عليك سامحني خليها غادي شمس علي خلي سامحني عسل أما باش نصب أنا أسمع أما باش نوعدكم أنه تخي بروشينمون قاعد نلم فيها باش تتحط كولاسيون انترنت وعد مني هذا اللي فان نتاع شمس عليك خاطر كلاولي وجهي على الحكايه هذه باه أحمد الضحك سنين شنو ريته سيت كوم الوحيد اللي قريب لي أنا معناها يضحكني أنا وفي خدمة هو اللي ليك ليك اللي ليك ليك شفت اللي ليك ليك قول لك حاجة اللي ليك ليك تفرجت في مش برش دو تخوز ابيزود فيه ان كوتي ديكالي عجبني على الاخر فهمت اما جو تخوف اللي ما مشاش ليكزيكسيون دو بروجي ليكزيكسيون خاطر الوقت ليكزيكسيون دو بروجي ماشي لك الكل الوقت نجيب الوقت مي فما حاجة لو كان تعرف شنو ثم دي زانغريديون تاع يعملوا حاجة ترشق المخ اللي ليك ليك اما خسا فريمون نتفرج ونقول كل غاشي كلكو بار مش خايب فهمني اكثر معناتها في ليكزيكسيون دو بروجي معناتها كيفاش الى ايتيكزيكوتي كيفاش مش اخراجك هو كل شيء فهمني بالفليق معناتها في الاداء ساعات اداء الممثلين مصطنع شويه ساعات تحس لما عباد الحقيقه ممثلين مش في بلاصتهم تحس مثلا الاخراج مش يتبع ديما تحس النص هذا كيفي ولكن فما دي تروفاي ثم دي تروفاي انا الحقيقه ثم دي تروفاي صغار فكروني حتى في لي مونتي بيتون هذيك الناس معها يسمعها جماعة الكليك يعرفوا اللي هو سيت ان انورم انورم كومبليمون انا بعد فيه فهمت ثم حاجات حلوين برشا فيها جعفر اش قولك فيه فهمت ما نحبش نحكي على جعفر ولا فهمت جعفر اش قولك مش باهي ثم حاجات قتلوني بالضحك مي قلت لك فما اون ريغور وفما ثم تروشيكا ناقصه في البروجي لامين ما نعرفش شنو والله ما شفتوش برشا لامين ما نكذبش عليك فهمت تبدل اي تبعت تعرف شنو دي بريب اما جو ريغارد باغ اكزومبل لا سيكونس اللي كيفاش هي الي لوفوك يجي يحب يقتل مرته ويحط لها في العقرب غادي يحط لها شنو شنو اي تو فوا لونشينمون معناتها سي بريسك دو باستر كيتون على باس فهمت كي تا ان دي بلو غران معناتها كوميديان دو ديبي دو سيكل دو 20 فهمت اللي كان الريفال تاع شارلي شابلين ولكن ليكزيكسيون دو لا سين نو مارش با اي سي لا ونقول خساره فما اون انتونسيون قويه رافيها ولكن ما وصلتليش كيما يلزم فهمت شنو نقصد لي زيفي اللي تحطوا الحاجات لي زيفي في كل اسمع سي تان تو فما ريغور ناقصه فما حاجه اما فريمون انا او ميم طون عجبني البروجي قلت فما فما حاجه فما حاجه فاميليا لول باه لو درا كيفاش لا لا درا كيفاش خاطر تصور ثلاث سنين التالي هذيك هي الحاجه اللي درا كيفاش تشوف ما سينو به مخرج اول عمل اول حاجه يعملها نجيب نصري دنيا اخرى اكثر عمل جماهيري عادي عمل ناجح عنده زوز مواسم قبل دنيا أخرى سنة إخوياتي فما معناها دي سيكونس يضحكوك دي سيكونس يتيحو فما دي سيكونس ريديكول فما سينو معناها نتصور أنا دنيا أخرى يلزم يقف سينو بشي يضر الأولاد شوف دنيا أخرى نجيب شوية شفاء ويش فيك شقاولك ما نجمش نكمل علاش على خاطر مش جوي بالكل ما الحقيقه ما كل احتراماتي ما معناتها مش جوي ما الكوميديا هذيك مش جوي انا معناتها بالرغم اللي هاكا نحكي وريت نسبه المشاهده فرانشمون كان نحكيو فرانشمون مش جوي ما عنديش باش نقول لك هذاك وهذيك وهذاك وكل شيء معناتها كنت تفرج في ابيزود وما شجعنيش باش نعاود نتفرج بالكل زاد شورب عامل الوقت اللي تصور فيه شورب شابو ننسوا عامل الوقت لانه اهم شيء يخص كواليس التصوير اعطيني عمل وانا نتفرج فيه اهم شيء ماني اهم شيء بالنسبه لي انا عامل الوقت في شور ماهوش سهل باش تعمل شور اعطيني عمل نتفرج فيه كعمل نتفرج فيه خارج لفاكتور الخارجيه اللي ما تعنينيش انا كمتفرج فيه برشا مشاكل اكيد فيه برشا مشاكل لكن في حاجات باهيه اهم الحاجات اللي عجبوك الافونتور اللي عملها لطفي العبدلي ماهوش سهل باش تلعب شور في وقت قياسي كيما نكاكا باش تقام الشخصية وين تقلقت؟
تقلقت شوية في المونتاج، تقلقت في لي فوراكور على كل بطاطا، تقلقت ليماج ما عجبتنيش، ما فهمتش شنو بالضبط، تقلقت في الوقت، وسلسل من جمش يكون 14 دقيقة أو 15 دقيقة ميم با. تقلقت فما سيرجو عند بعض الممثلين. الرياليزاسيون فوق المتوسط، كيف كيف زاد عامل الوقت، ولو انه المخرج يبشر كل خير. تكيلي ماهوش سهل البروجي ذاك، ماهوش سهل. نجيب انا متفرش برشا الحقيقه، ما نكذبش عليك، معناتها انا راني مع الانترنت ساعات هكا نتنوش شويه، فهمت. نرجع للحكايه اللي هي تخص البرامج الكل، معناتها الدراما والبرامج الكل اللي صارت السنه. الحقيقه تحس في هذيك كما قلت، ثم عامل وقت صحيح راهو اللي يقول فيه راهو. إيه انا لا انا كم انا كم متفرج، اي متفرج انت ما تراه، انت ما يهمكش، ما يهمنيش صحيح، ما يهمكش عليا انك فهمت. تحس نحس انه البروجيت السنه سورتو الكل تخدموا في الزربه، الكل سانز اكسبسيون، معناتها ثم زربه صار، ثم معناتها ثم زربه، ومش على خاطر نعرفوا نحن وقتاش بداو الناس تصور يصوروا. وين عجبك وين ما عجبكش؟ ايكوت انا ديجا جو تروف كسي اوزي ديجا، انا جيم لي شوز اوزي، انه نحكيو على بيرسوناج علي شور اللي انا نعرفه من صغري، على خاطر انا من جهه امي مولود الحلفاويين، وامي تعرفه، وكان حواد داير كان يبيع الحوت، وكان يجيب الحوت العزيزي معناتها كل نهار جمعه، يجيب له قفط الحوت وراسه في القاعه وكل شيء، فهمت. معناتها انا نجم نجيب لكم تحكي عليه تعرفه، على خاطر رات ومنها له قال لك راسه في القاعه، كان ما يغزرش نسيب الكل، فهمت. سيتي ان بيرسوناج اسي اتيبيك في ومريم دي كبير، فهمت. معناتها دونك انا عايش نعرف علي شوير من قبل، معناتها مش جيت من لي جون دي بان. التصويره اللي تقدمت كانت وفيه للتصويره اللي عند ما نجمش نقول لك حتى ما عرفتوش انا، فهمت. من خلال التصويره اللي كونتها، من خلال كلام امك والوالده اللي كنتي اغزر لي، هو اهم حاجه انه توا نحن ماناش نعملوا فيهم بيوغرافي بارفيت دوكيومونتير على البيرسوناج، فهمت. معناتها وقت اللي لطفي يمشي في الديريكسيون هذيك، ما تجمش تجي لطفي تقول شبيك تعرف في صوتك هكاك، شبيك تحرك هكاك، وشبيك تعمل هكا، واحد كل هو تصور لطفي كيفاش تصور الشخصيه، فهمت. والا جيبونا شويه افلام على علي شوري بطون نحطوهم نتفرجوا فيهم، بعد نحاسبوا لطفي بيهم، فهمت. ومش بالضروره لانه سينما ولا دراما عمرها ما كانت، عمرها ما كانت، فهمت. ثم جانب اللي هو فما سي اون انسبيراسيون، فهمت. نقصد الحقيقه الممثلين اغزر، ما احنا بنحكي عن ممثلين حلوين برشا في تونس راهو الحقيقه، فهمت. وعارفوا اللي مو بعضهم في شورب، فهمت. اي سيتي تان كو تري انتيليجون، ثم ذكاء كبير برشا في شورب، فهمت. خليني في الدقيقه الاخيره نحكي سينما. عندك العربي الماتري كيلم ناصر الدمرجي، ناصر الدمرجي وين وصل؟ لو 25 جويي اون برانسيب نبداو في البريباراسيون كامله. لو يتحول مسلسل رمضاني، شوف بالنسبه لي انا علي شورب وناصر الدمرجي هذوما دي بيرسوناج دو سينما، ما مش بيرسوناج تاع تلفزه. خليتك 2016 تحكي على فيلم رعب تصوروا فيه، مش انا مخرج نتاعه صورت فيه، هي مع قيس ميجري، ومشى شارك في مهرجان دبي في المسابقه السنه، وما ريناهش في تونس. لا طيب باش يخرج ان شاء الله، يمكن باش يخرجوا مع فيلم ويا الجديد اللي باش يخرج في اكتوبر. الفيلم مع سوسن معالج ومع نضال سعدي. نضال سعدي اكزاكتومون، وعزيز جبالي ومنى نور الدين وان باغي وحسن. كل صغير؟ وي. البطل؟ الدور الثاني بعد نضال. هو البطل بطل نضال سعدي، فهمت. عنوان الفيلم؟ اغزر لي. اغزر لي. اغزر لي وقت الشهر. والله كنت اون برانسيب توا ما نجم هوكم الفيلم زلك هو فيه، ما نجمش نهبطوا في رمضان، ما نجمش نهبطوا في الصيف، نستناو ايام قرصه السينما ان شاء الله. جيسبي اللجنه نقدموه للجنه ان شاء الله. اي بيان سور، مي ليك ما نعملوش ما نعملش عارك انا بالكل واضح. دونك الافلام اللي نتمنوها تخرج، نتمنوا نشوفوها زاد كيف كيف. عندي فيلم توجين انا كمل، سي ان كور ميتراج ان شاء الله باش يكون موجود في جي سي سي جاي. سوبر هي البرش. دونك بالتوفيق، نشكركم برشا. قبل كل شيء باش ناخذ 30 ثانيه لزوسكار باش نعطيوهم احسن ممثل. تو باش تعطوني احسن ممثل في الاعمال الدراميه الكل. احسن ممثل في الاعمال الدراميه الكل. نجيب علي. عندي دقيقه نجيب باهي ما تخممش خاطر ما تحسبش، خلي احساسك يتكلم.
نجيب انت راك عربي مزي نجم تقول انا راه عربي مزي احمد لندلسي علاش حاشم بها احمد لندلسي احمد لندلسي احمد لندلسي اقسم بالله نقول انا باهي احمد لندلسي احمد لندلسي انا نعطيها مناصفه برجولي الدرامية نعطي مناصفه لا ما نجمش بالحق انا نجيب بالقاضي ولطفي العبدلي احسن ممثله شكون هما احسن ممثله اختار ما تلتزمش بال ما نلتزمش بال انت اللي نحيت لها الشابو نعطيها النجله بن عبد الله نجله بن عبد الله احسن كوميدي احسن كوميدي نعطيها لطارق بعلوش يجيب جعفر قاسم احسن وجه جديد احسن وجه جديد نعطيها الغاده غاده شكرا. اللي لعبت عربي هذا شكل فما دي سيكونس معناها عملت بيرفورمانس حلوه باش نجيب محمد براد مش وجه جديد مش وجه جديد شكون والله ما نعرف ما تبعتش برشا من منجم نحبش انت اخي نعطيه حقه محمد براد والبيرفورمانس اللي عمرها اي باهي محمد باهي باهي مع الاخر نشكركم على الاخر شكرا لكم واحسن مسلسل ما قلت النشر احسن مسلسل ظاهر الاجابه نتاعكم باش ما باش تقول دونك من خد طاب على الباب ولاد مفيده قابلنا من جيلنا زاد كيف كيف من جيل شمس عليك الياس الغربي دونك ليس لي زاني سالو ليس عملت له كومبيلاسيون مره اخرى غنيه جاب تتعديها اسمع جيتي جونتي معاك راهو دونك نشكركم برشا يعطيك الصحه الاولاد الياس الغربي ومالك باش تلقاهم في السهريه شكرا لكل الفريق احنا نتقابلوا